الحيود هي ظاهرة انحراف موجات الضوء عن مسارها في خط مستقيم عندما تمر خلال فتحة ضيقة أو حافة حادة. ماذا يحدث إذا سقط ضوء أحادي اللون؟ يظهر قرص إيري، وهو البقعة المضيئة الدائرية التي تتكون على الحائل عندما يمر الضوء بفتحة ضيقة. متى يزداد الحيود وضوحا؟ قارن بين اتساع الفتحة والطول الموجي، فكلما كان اتساع الفتحة قريبا من الطول الموجي كلما زاد الحيود وضوحا. لاحظ عند اتساع أو ضيق فتحة دخول الضوء. إذن كلما كان اتساع الفتحة قريبا من الطول الموجي زاد الحيود وضوحا، وينتج هدب مضيئة وهدب مظلمة من فتحة واحدة بعكس التداخل ينتج من فتحتين، والهدب المضيئة تداخل بناء والمظلمة تداخل هدمي. تلاحظ حواف السحب مضيئة نتيجة حيود الضوء عند الحواف، فعندما يصل الضوء إلى الحواف يحيد عن مساره، ولذلك تبدو حواف بيضاء نتيجة حيود ضوء الشمس عند الحواف. لاحظ الضوء الصادر من الشمس عندما يصل للحافة، حافة السحابة، يحيد عن مساره وتصبح الحواف مضيئة.